ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر الأمن الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من توقيف امرأة تمارس طقوس السحر والشعوذة على باب أحد جيرانها بحي ثانوية أحمد الراشدي بمدينة القصر الكبير. وحسب مصادر موقع أخبارنا، فإن المصالح الأمنية توصلت بمعلومات من شباب الحي المذكور تفيد أن امرأة تقوم برش باب منزل جيرانها بمواد سحرية تزامنا مع الاحتفال بعاشوراء. وأضاف نفس المصدر أن شباب الحي قاموا بمحاصرة السيدة المشتبه فيها إلى أن وصلت عناصر الأمن وتم إلقاء القبض عليها ونقلها إلى الدائرة الأمنية المختصة من أجل التحقيق معها في المنسوب إليها قبل عرضها على النيابة العامة لتقول كلمة الفصل في حقها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.